هذا يقول: إذا كان إنسان نذر على نفسه أن يعطي شخصا مبلغا من المال في كل عام أو في كل شهر، ثم إنه استمر على دفع المبلغ مدة من الزمن، وبعد مدة فكر المنذور أو الناذر أنه يدفع المبلغ إلى شخص آخر لأنه أحق من الأول، يعني فكر الناذر أن يدفع هذا المبلغ إلى شخص آخر غير الذي نذر له ذلك، فهل يجوز هذا؟ هذا عين النذر لشخص، عين النذر لشخص، فالواجب أن يوفي بنذره، إلا إذا كان نذر معصية، إذا كان هذا الشخص يستعين بهذا المال على معصية الله فهذا لا يجوز إعطاؤه. أما إذا كان إنه مستقيم ولا يستعين بهذا النذر على معصية الله فإنه يدفعه له وفاء بنذره.